ازيكم يا شباب؟ بقالي كتير ما عملتش فلوج، بس البطولة قربت، فاضل 28 يوم. والنهاردة او احنا دلوقتي بالليل وبكرة هنحتفل بعيد ميلادي. هو عيد ميلادي كان 21/9، بس طبعا كنت في نص الاسبوع، واللو في نص الاسبوع الكاربس بتاعتي قليلة جدا، فمش ما اقدرش اكل يعني. ولكن بكرة السبت دايما عندنا تشيت ميل، بس بكرة عندنا هاي كارب داي، لان وصلت طبعا درجة نشفان عالية جدا قبل الماتش، ولسه فاضل 4 اسابيع. بس احنا النهاردة بالليل، اليوم اللي قبل هاي كارب داي، فوريكو الوجبات منظرها عامل ازاي. ده منظر الوجبات. دي مش بطاطس، دي ده جزر. فجزر بسلة وفراخ، وجبات زيرو كارب. بشرب جيتوريت زيرو، بلبع بس كده فيه شوية. وده منظر الوجبات تقريبا الأسبوع كله يعني. الساعة دلوقتي 12 بالليل، هخلص الوجبة دي. الساعة 1 هروح أعمل كارديو، اللي هو التمرينة التانية بتاعتي، وبعدين بعد كده هاخد بروتين شيك وانام. وبعدين بكرة بقى هصور لكم اللي هو هيكون في الفيديو ده يعني، الريفيد بتاعي. وهندخل تقريبا 10,000 سعرة، فجهز نفسك، هيبقى فيديو جامد. اوكي يا جماعة، فزي ما انتوا شايفين خلصنا الوجبة، جينا نعمل الكارديو، وبعد كده نروح ناخد الشيك ونبتدي اليوم بتاعنا. الكارديو اللي بعمله دايما سلم، دايما ستير ماستر نص ساعة، بس بتبقى يعني مش بطيئة قوي ولا سريعة جدا، وفي اخر 5 دقايق بسرع. لازم اكون اقفل 120 دور. صعبة جدا. الاسابيع اللي فاتت ما كنتش بعمل الريفيدز، اللي هي الايام الكارب كله عالي، كنت بعمل بس وجبة تشيت ميل في اخر اليوم. الاسبوع اللي فات بدأنا الريفيد اللي هو هاي كارب دي كامل. الاسبوع اللي فات ده نوع من الامتحان للجسم، عشان بنجهز نفسنا للتحميل قبل بطولة. فالاسبوع اللي فات عملنا تقريبا 6500 سعرة، بكرة هنخش مثلا تقريبا على 8000، مش 10000، 8000 يعني. واصور لكم الوجبات كلها. صباح الفل يا جماعة. هنخش دلوقتي، خلاص هندخلنا بقى اليوم اللي بعديه. هنخش على أول وجبة هوريها لكم دلوقتي. أول وجبة يا معلم، عندك 120 جرام كريم اوف رايس، شبه الشوفان شوية بس أحلى أحلى بكتير بصراحة يعني. 120 جرام، والبتاع اللي أنت شايفه ده هنا، أوكي، ده ميبل سيرب شبه العسل شوية. هنا عندك 4 بياض بيض، مع برضو هنا 20 جرام ميبل سيرب، وهنا 20 جرام ميبل سيرب، 4 بياض بيض مع ميبل سيرب برضو. وعندك هنا 100 جرام بلو بيريز. والوجبة دي حوالي 800 سعرة. ودي أول وجبة من مثلا 8 وجبات جايين، فهنقعد نصور لكم كل وجبة طبعا. اوكي يا جماعة، جاهزين للوجبة التانية. الوجبة التانية عندنا 4 بيجل، بس دي 2 يعني، دي نص بتبقى على دي، بقسمها نصين، وعلى كل واحدة باخد 1/8 يعني، او ربع او نص الربع لميبل سيرب او عسل. اوكي، وبعدين عندك هنا النص الباقي، فعندنا 4 بيجل توتل. ودي الوجبة التانية. والوجبة دي عبارة عن 1000 سعرة، فاحنا كده داخلين على 1800 اوريدي من تاني وجبة. لازم نغمس، لازم نغمس، ناخد كل نقطة.
ليه بيجل؟ عشان البيجل بيتهضم بسهوله جدا، فبتعرف تحمل بيه ايزي بكميات كتيره. واحد من الاسرار، السر كبير على فكره، والله والله سر كبير، الناس مش فاهمه. فكي بيجعني. فاكر ايه؟ انت فاكر ايه؟ بس عشان تعمل كل ده لازم تبقى درجة نشفان مرعبة، درجة نشفان توجع العين. الموضوع فيه فن، فيه فن في الموضوع. انت ما اظنش انت قد الفن ده، ما اظنش يعني، بس يعني حتى طريقه فهم وانا بحط الميبل سيرب ده كله فن وخبره وحاجه بعيده يعني، فاهم؟ كله هينزل، كله هيتشفط، ده كله هيتشفط من العضله. خزائن الجلايكوجين فاضيه، كل ده بسحبه. بس لازم تكون فترة طويلة مش بتاخد كاربس عشان الموضوع ده يشتغل. لانك لو اكلت كمية الاكل دي وخزائن الجلايكوجين بتاعتك مش فاضية تماما وبقالها فترة فاضية، الموضوع مش هيشتغل صح. هتلم مية كتير قوي، وهتلاقي وزنك اليوم اللي بعديه طلع مثلا 3 كيلو. انا بعد اليوم ده الوزن بتاعي هتلاقيه نزل. الميتابوليزم بيشتغل بسرعه جدا، ومش شرط وزن ينزل بس هيفضل زي ما هو يعني، لان كله هيتشفط. المرة دي أصعب من المرة من الأسبوع اللي فات شوية. الأسبوع اللي فات كان تقريبا نص الأكل.
هتلاحظ ان الوجبات ما فيهاش اي نوع من الفات. الفات ده بنسيبه بالليل، بس ده ليه علاقه بالحاجه تانية، كورس مش هتكلم عليها على اليوتيوب، بس في منكم اللي هيفهم وفي من مش محتاج يفهم. بس يعني اخر واحده كده ممكن نروح نلعب بالليل. خليني اوريكم دلوقتي بجهز الشيك للي بعد التمرين، فخليني اوريكم الشيك منظره او ايه اللي جواه. بص بقى يا معلم، عندنا الشيك بص تقيل ازاي، مليان لغايه فين. ليه بقى؟ لان في اول حاجه 2 سكوب من ايزوتوب ريدكون 1 وبروتين ايزوليت من غير لاكتوز، وبعدين في 150 جرام كارب، وهنا السكوب الواحد فيه 25 جرام كارب كلاستر داكسترين من احسن انواع الكربوهيدرات اللي بتتهضم بسهوله. فده معناه ان هنا في الشيك ده 6 سكوب من الكلاستر بروم من الكلاستر بوم، وعندك سكوب واحد اي 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 جرانت بتاع ريدكون 1 طعم جديد، وعندك سكوب واحد جلوتامين، وحاطط كمان 5 جرام كرياتين مونوهيدريت، وهو ده الشيك اللي هيبقى بعد التمرين. 150 جرام كارب، 50 جرام بروتين ايزوليت، 10 جرام اي اي اي، 5 جرام جلوتامين، يعني تقريبا اجمالي 65 جرام بروتين و150 جرام كارب. اوكي يا جماعه، هنوريكم دلوقتي عينه من الكونديشن اللي احنا فيه. يا موسى يا موسى، خش دلوقتي نديها تمرين تريك، ناخد الشيك ونرجع نكمل الوجبات بتاعتنا. تمرين، هناخد الشيك دلوقتي اللي انا شرحته لكم قبل التمرين. ما تخافش، هنزل حلقة على تمرينة الرجلين نفسها، هتبقى بعد الحلقة دي. خليك متابع، اعمل سبسكرايب. صعب قوي تخلط.
ناخد دايجستيف انزيم. اكشلي قبل ما ناخد دايجستيف انزيم هناكل موزه، فغير الشيك فغير ال 150 جرام كارب اللي موجوده في الشيك زود كمان 25 جرام كارب من الموزه. ناخد دايجستيف انزيم عشان يساعد على هضم كل ده. البرامج على خصم من 300 دولار الى 170 دولار بخصوص عيد ميلادي، الحق العرض ده، خش على الاقل على الموقع اللي هو سايبه لك في المربع الابيض بتاع محتوى الفيديو، خش على الموقع شوف الناس بتقول ايه، شوف الترانسفورميشنز، مش شرط تشتري بس على الاقل خد فكره عشان المره الجايه يمكن لما امكانياتك تبقى احسن او عندك الفلوس ان انت تشترك تبقى مجهز نفسك، بس التحويلات هتعجبك. فخش على اللينك وشوف، وفي 12 اسبوع تغير شكلك تماما. لو انا عرفت اعمل الترانسفورميشن ده في 3 شهور او 4 شهور باصابة ظهري وارجع للشكل الاحترافي اللي كنت فيه، ما بالك بقى ممكن اعمل ايه معاك. Didn't you say in the video the banana you gotta cut it when eating it? That's true. حلقة تقيلة. طيب هنخش دلوقتي على الوجبة اللي بعديها اللي هي هتبقى كمان ساعة بعد الشيك. يلا بينا. اوكي يا جماعة، دلوقتي خلصنا الوجبة الثالثة اللي هي الشيك، وهنخش دلوقتي على الوجبة الرابعة اللي هي ساعة بعد الشيك. نفس الحاجة بالظبط بتاعت الوجبة اللي فاتت، الميبل سيرب مع 4 بيجل، دي 2 بيجل لأنه نص ونص، لازم بيبسي دايت عشان أبلع في البتاعة. وبعدين في جوه هنا في الباقيين بيسخنوا عقبال ما آكل دول. موجي صحي موجي. الموضوع مقرف. فاضل 2 دول خلاص. يا دي الغباء، نسيت اصور الوجبة الوجبة الخامسة، بس فاضل منها شوية. اخدت صورة ادي الصورة. 350 جرام رز، ولسه فاضل شوية رز اهو اخلصهم، و 90 جرام فراخ. فدي كانت الوجبة الخامسة. غيرنا البلان عشان عيد ميلادي وكده، فانا مفروض يكون عندي وجبة ستة برضو 350 جرام رز، وبعدين الوجبة السابعة هي التشيت ميل. هنغير، هنخلي الوجبة الستة هي التشيت ميل، وهنزود وجبة سبعة هيبقى تشيت ميل برضو، فاتنين تشيت ميل عشان بس نعرف نوصل السعرات الى ما بين 7، وهي كانت المفروض تبقى 10 بس يعني هنحاول نوصل ال 8000 سعره. يعني من اللي انا فهمته ان في زي مفاجاه ليها علاقه بلورد اوف ذا رينجز. طبعا مش شايفين حاجه بس بصوا هوريكم. نو اد ميسنس، دي نفس اليافطه اللي كانت موجوده في فيلم لورد اوف ذا رينجز اول حته تقريبا في العيد ميلاد. وبعدين انا شايف في شغل عالي جوه. الانوار دي ما كانتش موجودة، وعلى ما اعتقد ان جوه هنا هيكون في التشيت ميل. اوه هاي دادي، هابي بيرثداي. ثانك يو تاليا. ثانك يو تيتو.
وانا كسبت. خلينا نفتح الهيتر. لما تشيت ميل بقى يجهز هوريه لكم، هيبقى شغل عالي جدا يا جماعه. فدي اول تشيت ميل، هيبقى مكون من تشيكن وينجز، دي هيبقى عليها صلصه طبعا، ده عيش للثلاث انواع همبرجرز. عندنا ضيوف، عندنا ثلاث انواع، ده باربيكيو برجر، وده بيج ماك هوم ميد، وده بلو تشيز برجر ب بصل، ده البلو تشيز انا اسف، ودي جريلد اونينز مع جبنه تشيدر، شغل رهيب بصراحه يعني. الاستاذه شيف، فهيبقى الاكل ممتع جدا 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 بقى. المنظر الخطير ده. ثلاثة برجر لكل واحد فينا. هاي ميشا. هاي موغلز. ووووي. That is crazy. I'm the Lord of the Rings. The Ring of Power right here. Oh, they're thick. And heavy. Yeah, they're nice. Susie, what's like them, huh? Chicken wings. Burger. My favorite, cucumber and yogurt. Cold mac and cheese, also my favorite. Well, that's a macaroni salad, I mean. Yeah. It's also my favorite. وده يا جماعة الطبق بتاعي. كول سلو. ماكروني سالد. تشيكن وينجز. داخل على اتنين همبرجر في نفس الوقت. في السلطة هنا. ادي منظر السندوتشات. اوكي يا جماعة. فخلصنا. كله تشيكن وينجز، البرجر تقريبا كله خلص. انا اكلت تلاتة، واكلت بقى طبعا سلطة المكرونة، كول سلو، تشيكن وينجز. فادي الاحتفال. بس احلى حاجة بصراحة التاتش بتاعت اللورد اوف ذا رينجز ده. هي عارفة ان انا بحب اللورد اوف ذا رينجز جدا جدا جدا، يمكن انتم متعرفوش، فده كان تاتش حلو جدا. واللي متعرفوش بقى، ان حتى البتاع اللي بره كل ده، لو اتفرجتوا على الفيلم، لو اتفرجتوا على الفيلم هتلاقوه بالظبط نفس الديزاين بتاع احتفال بيلبو باجنز في اول لورد اوف ذا رينجز. فانا قفلت لي كده تقريبا، احنا دلوقتي تقريبا عند 6000 سعره، او يمكن 5500. لسه في تشيت ميل تانية الساعة 2:30 بالليل كمان شوية. هنخش دلوقتي نحلي بس بحاجات بسيطة يعني. يمكن على ما اعتقد انا سمعت ان في نفس التورتة بتاعت بيلبو باجنز في فيلم لورد اوف ذا رينجز. الشموع اتشعللت، الطبقان مستنين دلوقتي. الصندية عجباني جدا يا جماعة والله. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Well, they already sung. Happy birthday to you. All right. Lord. Make a wish. Oh, wow. That was a good day. You have to do by level. That's it? Level? I don't know, to be honest. Yeah, you have I'll do by level. This. Okay, level? Okay. Yeah, I think there's a plate underneath. Oh, really? As a birthday boy. And Sheree. I'm too hungry. Sheree, you didn't cut in the middle. That is one of the best tasting
cakes I've had. اوف اوكي الساعة 4 الصبح لأن معدتي بعد آخر وجبة ما كانتش عايزة تفك فكت دلوقتي شوية ها سيكا وهنخش على 7 وجبة ما أظن هنكمل يعني هضطر أحسبها يعني وجبة الفطار كانت 750 سعرة وجبة الشيك 950 سعرة ف 950 مع 750 يبقى كده 1700 1700 و2000 يبقى كده 3700 وبعدين في وجبة الرز وفراخ دي كانت تقريبا 600 سعرة فاحنا كده كام 3700 4300 قول مثلا وجبة التشيت بالشوكولاتات وكل حاجة 1700 سعرة يبقى كده 4000 5000 يبقى كده 6000 سعرة وبعدين الوجبة دي هنخش كده على تقريبا 7000 وي يعني فدي الوجبة التانية كريسبي تشيكن ساندويتش من هارفيز اونيون رينجز ومكروني سالد دي تقريبا لوحديها 1000 سعرة فاحنا داخلين تقريبا على 7000 سعرة عرفناش طبعا نكمل ال 10000 المفروض نوصل ل 10000 من واحدة من الريفيد تشيت ميلز دي معرفش هعملها ازاي لان بصراحة كان يوم مميت احنا المرة اللي فاتت كنا عملنا 6000 الفرق بتاعت ال 1000 دي بتفرق بالذات يعني اخر مرة كنت ها يعني زنقها وبطني كانت ها يعني يا دوب بس المرة دي ال 1000 دي زيادة جدا ما كانت صعبه يعني فانا مش عارف بقى الاسبوع الجاي طبعا اكيد الكوتش هيقول لي هنضطر نزق ال 8000 لان احنا بنحاول نعود معدتي على تحميل مش طبيعي على مبدا التنشيف المش طبيعي فنقعد ننزل في الوزن وبعدين هوب نعمل زي ما تقول ايه سلينج شوت الاستك اللي بتشده وبعدين يطلع لقدام ودي ده التكنيك اللي احنا شغالين عليه وده تكنيك المدرب الجديد بتاعي ده الاسلوب بتاعه يعني فالموضوع مش سهل بس هنحاول يعني ودي حلقه النهارده اتمنى ان هي عجبتكم عوضتكم اهو في الثلاث اسابيع اللي فاتت بحلقه كبيره ما تنسوش يا جماعه البرامج على خصم خش على اللينك شوف الترانسفورميشنز هتستاهل كمان 12 اسبوع هتقول يا ريتني كنت اخدت بروجرام بالذات لما تشوف الترانسفورميشنز اللي هتشوفها على الموقع شكرا مرة تانية اشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية اللي هي هتبقى تمرينة الرجل اللي كانت النهاردة ايه 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 ايه